تقربنا تجمعنا وحوالينا حبايبنا تقربنا من ربنا تقربنا تجمعنا وحوالينا حبايبنا ومدينا يدينا وتكاتفنا مدينا يدينا وتكاتفنا وملنا بربنا دايم كبير احسبها صح. شنو بيصير إذا أخذت التطعيم؟ وشنو بيصير إذا ما أخذته؟ لما تأخذ اللقاح راح تقلل فرص إصابتك بالمرض وبالمضاعفات الخطرة، وبالتالي تقلل نسب شغل الأسرة في المستشفيات وتقلل خطورة نقل العدوى للقراب منك. راح تساهم بزيادة أرقام الأشخاص المحصنين وتقلل أرقام الإصابات اليومية بالمرض. راح تخلي محيطك يتشجع على أخذ هذا التطعيم، وراح يصير محيطك محمي من الإصابة والخطر، وترجع تصرفاتكم لوضعها الطبيعي بشكل تدريجي. راح تزيد نسبة المناعة المجتمعية عندنا، وتزيد معها فرص القضاء على انتشار هذا المرض. راح تنشال القيود وتخف الإجراءات، وراح تكون سويت الخيار الصح والحل الأمثل اللي نملكه، لأن ماكو إلا حلين لمواجهة هذا المرض: اللقاح أو شل الحياة كاملة وتعطيلها. اللقاح هو الحل، هو الحل الأمثل والأحسن طبعاً. وشنو بيصير إذا ما تطعمت؟ بيصير عكس اللي قلناه كله، بتصير كل الأمور اللي ما نبيها وما نتمناها. نعم للتطعيم، هذا الحل وهذا الخيار وهذا دربنا. نعم للتطعيم. اليوم معانا في أول اتصالات حلقتنا الدكتور خالد السعيد، بروفيسور طب الأطفال والأمراض المعدية والروماتيزم وعضو اللجنة الفنية للقاح كورونا. مساك الله بالخير وحياك الله دكتور خالد. مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا. دكتور، بالبداية كيف تؤثر الحملات الإعلامية المنظمة والتطوعية على حث الناس للتوعية والاحترازات الصحية والتطعيم؟ طبعا الحملات الإعلامية المنظمة عن طريق طبعا التواصل الاجتماعي، عن طريق التلفزيون والإذاعة، قاعدة تبين مفعولها على المواطنين والوافدين وإقبالهم على طبعا التسجيل على منصة اللقاح والإقبال على أخذ اللقاح. طبعا اللي يشوفون المناظر اللي احنا نشوفها في مركز الكويت للتطعيم يشوف الفرق بالأعداد اللي قاعد تزيد يوم عن يوم بالنسبة حق اللي يتلقون اللقاح. طيب يعني دكتور، هل هناك قياسات لأعداد المقبلين على التطعيم والمسجلين بعدد الحملات؟ يعني هل لوحظت زيادة في الأرقام؟ طبعا في زيادة واضحة جدا. يعني أنا بعطيك يعني أعداد يومية، خلينا نقول يعني إحنا أمس 20,000 طعمناهم في مركز اللقاح في مشرف، اليوم 22,000، أعداد كبيرة لمركز اللقاح في الكويت. يمكن تذكرون في البداية لما كان معالي الوزير قبل لا نبدأ طبعا الحملة، إن إحنا عندنا سعة
تقريبا 20,000 باليوم. احنا الان وصلنا السعه اللي هي 20,000 باليوم في مركز مشرف لاعطاء اللقاح. طبعا هذا يدل على يعني الحمد لله نجاح الحملة. أعداد المسجلين بازدياد، أمس واليوم على المنصة تم تسجيل 15,000 يوميا لأخذ اللقاح. فالأعداد ما شاء الله كبيرة، وإحنا طبعا فرحانين أن الناس بدأت تسمع الكلام الدقيق والصحيح. اللي نفعنا زيادة أن الآن في تقريبا بالكويت أكثر من 365,000 فرد تلقوا التطعيم. الناس اللي بالمجتمع يشوفونهم خذوا التطعيم فيأخذون منهم المعلومة، يشوفون شلون هم حسوا بالأمان بعد أخذ اللقاح، فهذا شيء إيجابي غير مباشر. كم أعدادهم مرة أخرى دكتور، يعني عدد المتلقين للقاح حتى اليوم؟ عدينا 360,000 ما شاء الله تبارك الرحمن الله، يزيدهم إن شاء الله. دكتور نبي نتكلم بشكل مبسط عن طريقة عمل اللقاحين أكسفورد وفايزر، لأن شفنا فيه وايد كلام يعني طلع بالفترة الأخيرة. الناس للحين تقول إن أكسفورد في فيروس غير نشط، وفايزر يعني ممكن إنه يكون مناعة بطريقة أخرى. اشرح لنا هذا الموضوع. طبعا خلينا نقول أول شيء إن في نوعين أساسيين من المنصات أو طرق إعطاء اللقاح حاليا، اللي هي طريقة الـ mRNA اللي هو الشفرة الوراثية اللي يسمونها الرنة المرسال. هذا يروح للخلية، ما يدخل داخل النواة، من برا لبرا يعطي معلومات، الجسم يسوي البروتين، جهاز المناعة يفرز أجسام مضادة وانتهى الموضوع. بالنسبة لتطعيم أكسفورد اللي هو يسمونه non-replicating viral vector، الناس يخلطون يقولون هذا فيروس غير نشط. لا، تطعيم الفيروس غير نشط يختلف، هذا فيروس ناقل يختلف عن الفيروس النشط. فالفيروس الناقل ينقل الشفرة الوراثية اللي تكلمنا عنها قبل شوية، يأخذها وينقلها للخلية، فهو في النهاية نفس النتيجة. والدليل على هذا ان الان ثبت من الدراسات ومن الـ يعني الاحصائيات بعد اعطاء اللقاح لملايين البشر ان الفعاليه بين اللقاحين متقاربه. نعم. وان الاثنين بعد 3 إلى 4 أسابيع من الجرعه الاولى يعطون حمايه عاليه جدا ضد دخول المستشفى، ضد العنايه، دخول العنايه المركزه، وان شاء الله بعد الله يعني من الوفاه ان شاء الله. دكتور تقييمكم للأرقام اللي نطمح لها بالتطعيم، يعني هل إحنا بعاد ولا قراب على المناعة المجتمعية؟ طبعا خليني أقول شغلة حيل مهمة، يعني فضل. في بعض اللي يتكلمون في البرامج وهذا أن بالسرعة اللي قاعد نمشي فيها إحنا راح نعطي لقاح للمجتمع بعد 3 سنوات، الكلام هذا أبدا مو صحيح. إذا توفر اللقاح، وإحنا إن شاء الله الحمد لله طالبين كميات كبيرة من اللقاحات، إذا توفرت اللقاحات هذه خلال 3-4 شهور فممكن أن احنا نطعم الأعداد، ممكن أن احنا نوصل إلى أرقام كبيرة جدا، لأن احنا عندنا مركز الكويت للقاح، عندنا تقريبا 20 مركز صحي نعطي عن طريقهم اللقاح، عندنا المستشفى العسكري، عندنا مستشفى الأحمدي، عندنا مراكز أخرى نعطي فيها اللقاح. احنا العامل الوحيد اللي حدنا هو فقط كمية اللقاح المتوفر، لكن احنا متفائلين ان شاء الله ان شاء الله على الصيف ان شاء الله توصلنا الكميات يعني متواترة بأعداد كبيرة، ونوصل مناعة مجتمعية بفترة قياسية ان شاء الله. يعني بالصيف نقدر نسافر واحنا مرتاحين دكتور؟ والله اللي مطعم يقدر يسافر بأي وقت ان شاء الله بإذن الله. كل الشكر لك الدكتور خالد السعيد، بروفيسور طب الأطفال والأمراض المعدية والروماتيزم، عضو للجنة الفنية للقاح كورونا. كل الشكر لك على هذه المداخلة وهذه المعلومات، شكرا دكتور. شكرا جزيلا. مشاهدين اليوم الدور التوعوي ما يقتصر على الأرقام وشاشات التلفزيون، اليوم احنا في عصر الكل يقدر يقدم شيء ويكون متابع، ومن هالمنطلق لابد ان نحرص ان دورنا التوعوي يكون فعال وبالشكل الصحيح واللي يضمن وصول الصورة الكاملة للمتلقي حتى يشكل قناعاته وفق حقائق ومعلومات صحيحة. نعم للتطعيم، حملة تشجيعية على الإقبال وأخذ اللقاح، ونشر الثقافة بين المجتمع حول مأمونية هذا اللقاح. للحديث أكثر يسعدنا أن تنضم لنا اليوم الدكتورة ماجدة صالح، استشارية أمراض باطنية ورئيسة قسم الباطنية في مستشفى مبارك الكبير. مساء الخير دكتورة وحياك الله معانا دكتورة ماجدة. أهلا أهلا، مساء النور. أهلا أستاذ أنور، يا هلا. يعني في البداية نبي نتكلم كيف انطلقت حملة نعم للتطعيم، كيف جاءت لكم هذه الفكرة؟
أوكي، الفكرة هذه بصراحة انطلقت في البداية من بتكوين فريق تويتري قام بإنشاء الدكتور فيصل الصايغ استشاري أمراض الدم في الكويت. كون من مجموعة من الزملاء اللي يعرف عنهم عملهم اهتمامهم وتشجيعهم بالتطعيم ورغبتهم الحقيقية في إنهاء هذه الجائحة. وكانت تشمل عدد من الأطباء وغير الأطباء من المهتمين والباحثين في المجال في الكويت وغير الكويت كندا وإيطاليا والأردن. كان الهدف من الجروب هذا هو تبادل الآراء والمشورة والأوضاع السائدة ويعني والأبحاث الحديثة اللي نقراها وتبادل الآراء فيها. وبعدين تأكد لنا وضحت لنا الصورة لا حل لهذه الجائحة إلا بالتطعيم. فرأينا أن من واجبنا المساهمة على تشجيع للتطعيم، خاصة رأينا الإقبال ليس كما يجب يعني. ففكرنا بعدة طرق، فجاءت فكرة هذه الحملة الهاشتاج نعم للتطعيم. وقررنا أن نطلقها على أن نغرد فيها كلنا في يوم واحد، هي كانت يوم الأحد اللي فات ساعة واحدة، ساعة معينة ساعة 11 بالليل كانت، على أن نستمر في التغريد. وكانت هذه الفكرة وكانت هذه انطلاقة الحملة. كيف وجدتم صدى هذه الحملة دكتورة؟ نعم؟ يعني كيف وجدتم صدى هذه الحملة اللي قمتم فيها يوم الأحد السابق؟ صدى جميل استاذة، يعني أصبحت ترند خلال أقل من يومين، كنت خلال يوم يوم ونص، وقام يشارك فيها الكثيرين. كنتم متوقعين هذا النجاح؟ يعني هل كان متوقع من القائمين على هذه الحملة انتشارها بهذا الشكل؟ احنا توقعنا وتمنينا النجاح والا ما بدينا العمل بهالحمله، لان نعرف ان اي هدف نبيه الغرض مصلحه الناس صحتهم بعيد عن الاهداف الاغراض الشخصيه لازم ان ينجح، خصوصا يطبق بطريقه جيده. وبصراحه احنا كانت معانا مجموعه متميزه، انا شخصيا شويه النجاح فاق توقعي وهذا شيء اسعد. ولله الحمد ولله الحمد. دكتوره، هل الناس واعين يعني تعتقدين لمخاطر عدم اخذ اللقاح؟ مع الأسف ليس كل الناس، طبعا هناك نسبة مثقفة، نسبة كبيرة مثقفة واعية وتقدمت لأخذ اللقاح وشجعت غيرها على أخذ اللقاح، ولكن هناك نسبة كبيرة أيضا غير واعية، أي منهم هذه الناس البسطاء والطبقة الكادحة والعاملة يمكن ما تعرف، مو وصلت لها المعلومات، وفي ناس ما تحب تقرأ في هالمجال أما خوفا أو الأسباب النفسية أو الأسباب أخرى أو الانشغال. وهناك لسه أيضا كبيرة عندها المعلومات والمفاهيم متلخبطة بسبب مروجي الإشاعات والمعلومات المغلوطة اللي غير قائمة على أي أبحاث ولا على أي أساس علمي. ولذلك إحنا أنشأنا هذا الهاشتاغ لتوعية الناس وإيصال المعلومات قدر الإمكان. كل الشكر لك دكتورة ماجدة الصالح، استشارية أمراض باطنية ورئيسة قسم الباطنية في مستشفى مبارك الكبير. شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا دكتورة. حياكم. أهلا وسهلا. حياكم. الحملات التوعوية أثرها كبير ودورها فعال، ولابد أن نركز في أنها تكون بالاتجاه الصحيح واللي يضمن بالنهاية سلامة المجتمع والأفراد ويؤدي للنتيجة الأمثل اللي هي عودة الحياة لطبيعتها. تشاركنا اليوم الدكتورة دانا الحقان، اختصاصي أول أطفال في مستشفى جابر الأحمد. مساء الخير دكتورة وحياك الله دكتورة دانا. مساء الأنوار، مساءكم صحة وعافية وحياك الله أخت أنوار، وأنا سعيدة جدا أني أتكلم معك ضيف استثنائي. أتشرف، ساعة المباركة دكتورة. نعم للتطعيم، حملة وصل صداها إلى عدد كبير من الدول، هل هناك خطوات جديدة لتطوير هذه الحملة الجميلة للأمانة؟ طبعا هو الصدى كلنا استانسنا، كلنا من مؤسسين هذه الحملة. أنا بس حبيت أذكر أسامي الدكاترة اللي أطلقوا هذه الحملة، اللي هو دكتور فيصل الصواق، دكتور ميثم فيصل الصايغ، دكتور ميثم حسين، محمد أبل، دكتورة فاطمة خاجة، دكتورة ماجدة الصالح، عندنا دكتورة سوزان من إيطاليا متواجدة حاليا، الأستاذ خالد جمال، دكتور سعود العايد من أمريكا، ودكتور ناصر الربيعان. مثل ما قالت الفكرة قبلي من شوية دكتورة ماجدة شلون تكونت، الهدف كان من هذه الحملة أخت أنوار، هدفنا هو نشر الوعي تحت شعار نعم للتطعيم، لدحف اللي هو كل معلومة مغلوطة. طبعا الصدى احنا أطلقنا هذه الحملة وخلينا تغريداتنا
كل معلومة صحية تخص اللقاح بهاشتاج يكون معاها نعم للتطعيم. فلقينا أن ما شاء الله تبارك الرحمن أخواننا وزملائنا في المملكة العربية السعودية، في عمان، في الإمارات، الكل شارك في هذه الحملة. دكتورة دانا، يعني نبي نتكلم عن ردود الأفعال المحفزة اللي خلينا نقول التمستوها من الناس في هذه الحملة الجميلة. ما شاء الله تبارك الرحمن الردود كانت وايد جميلة. الأسئلة، لأن الأسئلة الشائعة كنا نرد عليها تحت هذا الهاشتاج. لقينا أن ناس كثيرة تشجعوا، ناس كثيرة سجلوا عيالهم، هم سجلوا أمهاتهم أبهاتهم. شعورنا كأن مثل شعور الواحد اللي ينقذ روح إنسان. نفس شعوري لما أكون أنا في غرفة الإنعاش ويجيني مريض وأنقذ روحه، شعوري لما يوصلني مسج دكتورة طعمنا، دكتورة عشان حملة التطعيم هذه وقرينا عن المعلومة الصحيحة هذه رحنا سجلنا. شعور جميل جدا. صح، هذا الشعور بالضبط شعوري أنا، وأنا متأكدة شعور أي دكتور يوصله أنه دكتور أساس المعلومة اللي قلتها رحت طعمت. يعني احنا نفتخر فيكم دكتورة. رسالة للمواطنين والمقيمين في ختام حلقتنا، رسالة حابة توجهينها بشكل سريع في محتوى الهدف من هذه الحملة. ممتاز. هدفنا هو سلامة الجميع والمحافظة على أرواحكم. احنا الحين أمام تحدي كبير، أمام انتشار تفشي الفيروس في المجتمع، وبسبب هذا الانتشار للأسف احنا نشاهد أعداد كبيرة تدخل المستشفى بسبب مضاعفات المرض للأسف. كأطباء وأنا متأكدة أيضا زملائي، يؤلمنا رؤية المريض يتألم في ظل وجود لقاحات اللي بإذن الله تمنع مضاعفات المرض وتمنع دخول المستشفى ولا سمح الله حدوث الوفاة. فأتمنى أن لا يكون رفضك للتطعيم بسبب رسائل أو إشاعات ومعلومات مغلوطة تصلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا كلنا نقدر نوقف بوجه هذه الجائحة، مو بس الأطباء. أنت دورك أكثر، أنت دورك أكثر من الطبيب، بالابتعاد عن بؤر المخاطر من تجمعات وتطبيق اشتراطات الصحية من تباعد وغسل يدين ولبس كمام. والأهم من هذا كله طبعا التسجيل في منصة التسجيل المسبق لتطعيم كوفيد 19 وأخذ التطعيم لتحقيق الهدف وهو العودة للحياة الطبيعية وتحقيق المناعة المجتمعية والانتهاء. بالأخير نقدر نقول نعم للتطعيم. شكرا لك الدكتورة دانا الحقان، اختصاصي أول أطفال في مستشفى جابر الأحمد، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا. عندنا مشكلة عالمية وعندنا حلها بيدنا، لكن في عزوف عن الحل. يا جماعة كلام المختصين واضح، الحل في التطعيم. التطعيم آمن، التطعيم هو الشيء اللي نقدر نسويه عشان نخلص من هالأزمة. اليوم وإحنا في 2021 وبهالكم الكبير من التكنولوجيا، وإنك تقدر تبحث وتوصل لأي مكان تبي بهدف المعرفة والاطلاع، ومع هذا الناس تنجرف وراء كلام أشخاص مو مختصين وتصدقه. للأسف احنا مو أهل اختصاص طبي، لكن قاعدين نقول لكم روحوا وشوفوا الطب والعلم شو يقولون بخصوص هذا اللقاح. احنا عارفين انه آمن وفعال وحلنا الأمثل للجائحة، وقاعدين ننقل لكم هالمعلومات. وفوق هذا نقول لكم روحوا تابعوا وشوفوا وراح تعرف ان الحل باللقاح. نقول ونأكد ونعيد نعم للتطعيم. التطعيم هو الشيء اللي كنا ناطرينه عشان نعدي هذه الأزمة، ما نبي نتأخر في أخذه، نبي نعدي. ولذاك الوقت اللي نكون أخذنا فيه اللقاح وعدينا الأزمة بإذن الله كونوا بخير وبأمان الله.